لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وكان ابن زيد يقول في معنى قوله واستفتحوا خلاف قول هؤلاء اللي هو استنصروا، ما سبق من نقل أقوال السلف استفتحوا طلبوا الفتح، طلبوا النصر، دعوا الله عز وجل لينصرهم. كان ابن زيد يقول في معنى قوله واستفتحوا خلاف قول هؤلاء، ويقول: إنما استفتحت الأمم فأجيبت. قول الأول: استفتحت الرسل. قال ابن زيد في قوله واستفتحوا، قال: استفتاحهم بالبلاء. قالوا: اللهم إن كان هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط، أو ائتنا بعذاب أليم. قال: كان استفتاحهم بالبلاء كما استفتح قوم هود: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: فالاستفتاح العذاب. والمقصود أنهم دعوا بأن يفتح الله بينهم وبين الرسل، بأن ينزل عليهم العذاب لو كان الرسل صادقين، وهذا من الجهل العظيم. الاستفتاح ليس لفظه بمعنى العذاب، الاستفتاح طلب الفتح، وهم كما قال عز وجل عنهم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يعني إن تطلبوا أن يحكم الله بينكم وبين الرسل فقد جاءكم الفتح بهزيمة المشركين في غزوة بدر ونصر الله للمؤمنين. يعني ترتب على هذا الاستفتاح العذاب. كان الاستفتاح سببا لنزول العذاب، هذا معنى قول ابن زيد: فالاستفتاح العذاب. قال: قيل لهم إن لهذا أجلا، حين سألوا الله أن ينزل عليهم فقال: بل نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فقالوا: لا نريد أن نؤخر إلى يوم القيامة، ربنا عجل لنا قطنا عذابنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني نصيبنا من العذاب، استهزاء يقولون ذلك.
قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقرأ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. حتى بلغ ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تكسبون. يقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هو ترجيح ابن جرير ترجيح عامة السلف، لأنه قال أولا واستفتحت الرسل على قومها. واستفتحوا أي استنصرت الرسل ربها على قومها. قالها ابن عباس ومجاهد وقتادة، وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. أيوة، كما قال قوم نوح فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وكما قال قوم عاد فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. وكما قال قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء وائتنا بعذاب، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر. وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فإن تنتهوا فهو خير لكم. الآية يعني كل فريق استفتح، فاستفتحوا تعود على الرسل وأقوامهم. هذا ما ذكره ابن كثير احتمالا. وهو احتمال وجيه وقوي والله أعلم. وإن كان أكثر السلف على تفسير استفتحوا أنه يعود على الرسل. أخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق، تنادي جهنم الخلائق، فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد. نعوذ بالله. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. قال تعالى وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. نعوذ بالله. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله يقول عز ذكره من ورائه من أمام كل جبار جهنم يردونها، أي يدخلونها. وراء بمعنى هي لازمة له، أمام في الزمان تستخدم بمعنى بلفظ وراء، كما قال تعالى فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك
يأخذوا كل سفينة غصبا، وهم أصلا هيروحوا يعدوا عليه. يعني هو أمامهم مكانا، لكن زمان كما تقولوا ورايا مشوار. ورايا مشوار دي معناها إيه؟ أنا علي ورائي يلزمني، وهو في الزمن في الزمان يكون مستقبلا. خلص الواجب اللي وراك، خلص العمل اللي وراك. وراك يعني ايه؟ يعني امامك في الزمن وانت ملزم به. قال ووراء في هذا الموضع يعني امام، كما يقال ان الموت من ورائك اي قدامك. وكما قال الشاعر: أتوعدني وراء بني رياح، كذبت لتقصرن يداك دوني. يعني وراء بني رياح، قدام بني رياح وأمامهم. وكان بعض نحوي أهل البصرة يقول إنما يعني بقوله من ورائه أي من أمامه، لأنه وراء ما هو فيه. كما يقول لك: كل هذا من ورائك، أي سيأتي عليك، وهو من وراء ما أنت فيه، لأن ما أنت فيه قد كان قبل ذلك وهو من ورائه. وقال: وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. من هذا المعنى، أي كان وراء ما هم فيه أمامهم. الخلاصة أنه بمعنى أمامهم. ولذلك قالوا في قول الله عز وجل عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة، نفس المعنى مع ورود القول الآخر بالعكس، وإن كان الأكثر يقولون ذلك، أن ما بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وكان بعض نحوي أهل الكوفة يقول: أكثر ما يلوز هذا في الأوقات، لأن الوقت يمر عليك فيصير خلفك إذا لزته. وكذلك كان وراءهم ملك، لأنهم يلوزونه فيصير وراءهم. وكان بعضهم يقول: هو من حروف الأضداد، يعني وراء يكون قداما وخلفا. والصحيح هو في الزمان مع لزوم، لأنه آت لا محالة، أو عليك واجب لا بد أن تأتيه، فتقول وراءك واجب أو وراءك عمل. وقوله: ويسقى من ماء صديد، يقول ويسقى من ماء، ثم بين ذلك الماء جل ثناؤه وما هو، فقال هو صديد. ولذلك رد الصديد في إعرابه على الماء، لأنه بيان عنه. والصديد هو القيح والدم، نعوذ بالله. وكذلك تأوله أهل التأويل عن مجاهد في قوله: ويسقى من ماء صديد، قال قيح ودم. عن قتادة قوله: ويسقى من ماء صديد، والصديد ما يسيل من لحمه وجلده، يسقى من ماء صديد، الصديد والقيح والدم. عن مجاهد في قوله: من ماء صديد، قال قيح ودم. عن قتادة: ويسقى من ماء صديد، قال الصديد ما يسيل من لحمه وجلده. عن قتادة: ويسقى من ماء صديد، قال ما يسيل ما من بين لحمه وجلده. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. عن الضحاك:
ويسقى من ماء صديد. قال يعني بالصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. نعوذ بالله. قال يتجرعه ولا يكاد يسيغه. قال يتجرعه يتحساه ولا يكاد يسيغه. يقول ولا يكاد يزدرده يبتلعه من شدة كراهته وهو مسيغه من شدة العطش. أيوة رغما عنه، لأنه لا يروي من عطش ولكنه يرغم على ذلك. والعرب تجعل لا يكاد فيما قد فعل وفيما لم يفعل. فأما ما قد فعل فمنه هذا، لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك شرابا. وأما ما لم يفعل وقد دخلت فيه كاد، فقوله حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها، فهو لا يراها. إنه إيه كاد يراها، وبعدين تنفي كاد، يبقى بعيد جدا إن هو إيه إنه يراها. كدت أن أصل، لم أكد أن أصل، يعني ما قربتش حتى من الوصول، يبقى شيء لم يحدث. ولا يكاد يسيغه، هذا فيما قد وقع، فقد أساغه رغما عنه. من نحو ما قلنا من أن معنى قوله لا يكاد يسيغه وهو يسيغه، جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دوره. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا الأثر رواه الترمذي ورواه أبو نعيم ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي عبيد الله بن بسر مقال قال الترمذي هذا حديث غريب، هكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر، ولا يعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة أخو عبد الله بن بسر. قلت لم أجد ما قاله محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير. نعم. وقال الحافظ في التهذيب وساق ما قاله الترمذي وقال ابن ثم قال وقال ابن أبي حاتم عبيد الله بن بسر ويقال عبد الله روى عن أبي أمامة وعنه صفوان بن عمرو. وذكر أبو موسى المديني في ذيل الصحابة عبيد الله بن بسر أخو عبد الله. وعلى كده الأثر ده
ينبغي أن يحسن أو يصحح، لأن عبيد الله بن بسر طالما أنه من الصحابة فلا تضر الجهلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.